وإلى العراق، حيث خرج العراقيون في العاصمة بغداد بمسيرات شعبية حاشدة تلبية لدعوة زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر للتضامن مع الشعب البحريني. وردد المتظاهرون شعارات رافضة لسياسة الخليفة إزاء المطالب الشعبية بالحرية والتغيير، كما طالبوا جيش الاحتلال السعودي بالانسحاب الفوري من أراضي البحرين، رافضين تدخل الرياض في الشؤون الداخلية لدول المنطقة. تلبية لدعوة زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر وتضامنا مع مظلومية الشعب البحريني، خرج العراقيون في مختلف مناطق العاصمة بغداد معلنين وقوفهم إلى جانب البحرينيين حتى تحقيق مطالبهم، كما شددوا على أهمية الاستمرار في مقاومة جرائم قوات الأمن الحكومية المدعومة بقوات الاحتلال السعودية. يسقط حماس! يسقط حماس! يسقط حماس! نحن اليوم خرجنا بمظاهرة لنصرة إخواننا في البحرين المظلومين الذين زالوا في قمع آل سعود، ونحن نقول لهم نحن معكم. خرجنا بمظاهرة سلمية نعبر عن رأينا لهذا الشعب المظلوم المضطهد من قبل هذه الملوكة المجرمة. تظاهرات شعبية لم تخلو من مشاركة القيادات السياسية والدينية العراقية، وجهت رسالة قوية بضرورة سحب قوات ما يسمى بدرع الجزيرة، محذرة من استمرار بقائها في البحرين، كما طالبت بمناقشة هذه القضية في القمة العربية القادمة المقرر عقدها في بغداد. هذه المسيرة اليوم نادت باستقلالية الشعوب العربية وعدم التسلط عليها من جديد ورفض الدكتاتورية والملوك الغاشمين. هذه رسالتنا إلى الشعب البحريني وإلى شعوب العالم المضطهدة أجمعين. نقول إلى القمة العربية، إذا أردت أن تتكلمي بإنصاف وبشجاعة وبسالة وقوة جيش وربطة جيش، أن تتكلمي مع كل الشعوب ولا سيما الشعب البحريني الذي يعاني الأمرين، فعلى الملك البحريني إذا حضر فليكون هذا الملف هو أول ملف على الشعب البحريني، يفتح هذا الملف ونرى ما هو مضمونه: القتل والتهجير والسجون والترويع. شعارات ضد بعض الدول العربية والغربية وضد المؤامرات التي تحك لمنع تحقق مطالب الشعب البحريني، رفعها العراقيون كموقف تجمع عليه الأوساط الشعبية والسياسية العراقية. تضامنا مع الشعب البحريني المظلوم خرجت هذه الحشود، تظاهرات ليست الأولى ولن تكون الأخيرة حتى انسحاب قوات الاحتلال السعودية من الأراضي البحرينية وإنصاف المظلومين. حيدر قاسم، العالم، بغداد. شهدت مدينة النجف الأشرف تظاهرة حاشدة تضامنا مع الشعب البحريني، وندد المتظاهرون بالأسلوب القمعي في التعاطي مع مطالبات المحتجين، كما استنكروا الازدواجية التي تتعامل بها بعض الأنظمة العربية تجاه الثورة في البحرين. تظاهرة حاشدة شهدتها مدينة النجف الأشرف بعد الانتهاء من مراسم صلاة الجمعة، حيث تظاهر أهل هذه المدينة للتضامن مع الشعب البحريني في انتفاضته المستمرة للمطالبة بحقوقه المشروعة في العيش بكرامة وحرية. هذه التظاهر اليوم في العراق من أجل تأييد أبناء شعب البحرين في تظاهرتهم التي يقيمونها اليوم في الذكرى السنوية، وللتأكيد على أننا في المنطقة العربية وأن الشباب العربي هو شباب موحد في مطالبته بالحرية والاستقلال. المتظاهرون نددوا بالأساليب القمعية التي تتخذها السلطات البحرينية تجاه المنتفضين من أبناء الشعب البحريني الأعزل، مطالبين بوقف هذه الإجراءات التعسفية والإذعان لمطالب المنتفضين المطالبين بحقوقهم. والله احنا ندين ونستنكر للأعمال الإجرامية التي تقوم بها القوات السعودية والبحرينية ضد الشعب البحريني المسلم المسالم الذي لا يحمل السلاح ولا يطالب بحقوقه المشروعة، واستنكارا لما يقوم به آل خليفة بمساندة الإرهابيين السعوديين الذين هم أتباع الصهيونية والإمبريالية الأمريكية. المشاركون في هذه التظاهرة عبروا عن استغرابهم من الازدواجية التي تتعامل بها الأنظمة العربية تجاه الثورات التي تشهدها الساحة العربية ومحاولة التعتيم على انتفاضة الشعب البحريني. المظاهرات التي تحصل في البحرين عليها تعتيم إعلامي وتعتيم سياسي من قبل أمريكا وإسرائيل ومن قبل الجزيرة العربية، ونلاحظ على العكس في سوريا هناك إقبال إعلامي
لأنه القضية الظاهرة تكون طائفية. هذا وكان التيار الصدري قد دعا إلى الخروج بتظاهرات مماثلة في كل أنحاء العراق. مرة أخرى يجدد العراقيون في هذه المدينة المقدسة دعمهم وتضامنهم للانتفاضة البحرينية وسط تنديد كبير بالإجراءات التعسفية التي تمارسها السلطات البحرينية تجاه المنتفضين هناك. من النجف الأشرف فضل البديري، العالم.